يمكنك التعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق روبلوكس. تحقق من الحساب. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق روبلوكس. سوف يظهر على هذا الشكل. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق روبلوكس. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم.